الحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيمان، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد ورجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعد من القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر. ذكرى الأمس من حن تيبوح الهمس، والليل بندهل الشمس نحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح الوام احتار. حرر هواك بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيمان، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. يعني يا حبيبتي انت بتوقفي هون لانه هي الممثله مو انت، انت بوقفي محلك ان شاء الله تقدر تطلع من هون الممثله ان شاء الله. استاذ عندي تصوير بقرنه ثانيه. يلا قوم هيك انت الثاني. يلا اعطينا خمسه استاذ بليز. يلا خمسه يلا. اربعه ثلاثه ليه؟ انسي انا والده لرامز، هو صف سابع. عرفته رامز. يا اهلا وسهلا فيكي. ايه خير احكي لي شو بك. يعني ما بعرف اذا انت عندك فكره عن وضعنا بالبيت، انا مطلق وعايش لحالي انا ورامز وعندي صعوبات كثير معه، يعني فعلا التعامل معه صار كثير صعب شوي. طبعا يا شباب يا شباب رامز نجح كثير معصبه وهلا بتقطع وسط. يا علينا ما بدي شو بدها هي الاله. ما بدي طول بالك استاذ، طول بالك استاذ. انت وعدتني تخلصني بنص ساعه، هي اسمها مسخره. يلا طب معلش انا اسف، جيبوا له قهوه. يلا 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 يا استاذ خلصني من المشكله. اسكت خلصني من المشكله اذا بتريد. يلا ولا يهمك مضطرين نغسل شوي. راكور 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 بعينك على وجهي. خلص راكور تعال تعال. شو استاذ لك خلصينا طيب. شو استاذ حل 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 شو اللي عم يصير معكم يعني فهمونا. استاذ عماد الحاج ارجوك يا استاذ عماد، تصور انه بده ياهم طلاب شعب الثالثه البكالوريا تبع طلاب استاذ طلابي. ما معقول استاذ قال بده ياهم كل ايامات كل الدراسه كلها بده ياهم. يا مدام انسي استاذ انسي. يا انسي تفضل تؤمر قلبي يا استاذ عماد، ربي يخليلي اياه. ما بدي شيء طلاب شعب الثالثه بكالوريا بس استاذ. تصور طلاب شعب الثالثه بده ياهم كلهم بس طلاب. مدام ان شاء الله اسمعي استاذ انسي. استاذ انسي يا استاذ، طلاب الشعب الثالثه بكالوريا شاقين الارض وطالعين منها مشاغبين، ما لك قدهم. تقبر قلبي يا استاذ عماد، ما فيني ما فيني، صاروا راكور عندي. يعني انا ما بفهم شو اللي عم تحكيه راكور وما راكور، بس يعني اذا مصر خدهم.
شكرا كثير استاذ عماد، شكرا كثير لكم، شكرا على تعاوننا. شو يعني استاذ؟ انا هلا شو بدي اعمل؟ روح على البيت يعني؟ خلاص؟ ما في دوام؟ انا برايي طالما هدول طلاب الشهادة الثالثة بكالوريا بيحبوك كثير. شكرا. تاخذيهم بعد الدوام لعندك على البيت تعطيهم دروس خصوصي. عن اذنك استاذ. الآن سألتي بالصندوق الأسود وكنتي أخذ دور الخدامة، كنت تحبي لها كرم عن جد ولا عن كذب؟ لك لا حبيبي تمثيل، أي صف أنت؟ بكالوريا. شو هاد؟ شو هاد يا حضور؟ لو سمحتوا، لو سمحت أستاذ، لو سمحت يا حبيبي بدي شاهد كل شيء. طيب يلا يلا برجع بحكي بعدين، يلا باي باي. أستاذ هلا بتجيب هاد من هون. نزل إيدك، نزل إيدك. لا تجيب هاد، روح أنت، تعا أنت بتمسك هاد وبتشرح له الموضوع تمثيل. لك انا موضوع لك عمي، ما في بيني وبينه مواضيع انا. بس لحظه لحظه، هلا انا ابو ولد اكل قتل بالمدرسه، شو بدي امسك له ابنه؟ يعني ما في اي مبرر على اساس انه هاد طلب ابنك وانت جاي تشتكي علينا؟ يا رب دخيل لك، انا ما بدي ايدي على حدا لك عمي. يلا خلص مثل ما بدك استاذ. يلا استاذ استاذ دخيل عليك صوره انا والانسي الله يخليك. يلا بنزلها على الفيسبوك اليوم شباب. وحده ثانيه هيك الله يخليك، وحده ثانيه وحده بالعربي. تعال 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 بدي نزلها على الفيسبوك اليوم. يلا يلا ضحكوا ضحكوا. ايوه اي قوم تعال تصور معها. خلصوا تصوير استاذ؟ ايه خلص خلصوا تصوير. جميل هذا الموبايل استاذ. انت عندك فيسبوك؟ ايه يا حبيبي. اليوم اليوم يا حبيبي روينا، خلصوا تصوير وصور. اعطونا خمسه استاذ. هذا يساعدوا للمخرج. شو هذا؟ شو هاد؟ عفواً صلي ساعة واقف تمثل أنا يعني. بعدين بعدين. شو بعدين؟ يلا هدوء، عفونا خمسة. خمسة خمسة. أربعة. يلا يلا بيت بيت. فين؟ أنت اللي عم تضرب الأبني؟ ثاني مرة بكسر لك راسك. عم تسمع؟ شو هاد عم يزن؟ شو أستاذ مين؟ لو سمحت بس. يمثل تأسف. لك يقبرني اللي خلقك. خلاص بعدين اليوم اليوم يوم. لا بكرة خلاص بكرة وعد بكرة 10 الصبحيات. يلا روح روح. اي يا عم والله شغلتكم كتير صعبة استاذ، مو معقولين هدول، مو طلاب هدول شياطين. اللي انا اللي بعرفهم استاذ. دخيل عينك، صوت صوت منك هيك بركي بيرتعبوا. دخيل عينك صدقني، فالج لا تعالج، تحملهم تحملهم لتخلصوا. يلا شو بقول المخرج تبعكم؟ ليش عصب؟ ولي عن جد بلاش يعصب على اذنك. هذا الاستاذ حسان مدرس اللغة الانجليزية، طبعا نحن ما عرفنا عنه لانه كان غايب. حسان يحبوه كل الطلاب لسبب انه رفيقهم وبياخذ بيعطي معهم وبيروح على القهوة معهم وبيلعب شدة معهم وبيهرب معهم، يعني معهم معهم، لهيك بيحبوه. ما لقاني ايماني هون كمان. ماني هون. شو اسمه؟ حزير. مكياجك بيفلش 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 ولا الحمرة تاخذ لحقن. شو هاد؟ هتطلع هتطلع شو هاد؟ شو الحمرة؟ يعطيها اللي في يعطيها يا شو هاد؟ فهمي الله يوفقك. اللي هذا الكريم شو 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 هاد؟ شلون تعملوا على حالكم ينقال عنكم كومبارس؟ وحيد شو وحيد؟ شو وحيد؟ ليش الله بتوقفني شو ماضو؟ شغل مو عيب لك عمي، مو عيب لك حالكم. قال اللي بتشتغل فيه السمرة بتحطوا حق بودرة وحمرة. يا حبيبي يا ريت معهم صباح الجزائر ونبيل غزلان. استاذ انا كثير حبيتك بهذا دورك بغزلان في غابه الذئاب، دور ابني المسؤول طالع بتفلش. بس عفوا مو انا اللي سويته لك دور. يا الله يا ريتك انت مساوي، كنت طلعت اظرف منه بكثير انا اكيد. استاذ معلي تعطيني رقم تليفونك. والله ما بقدر، يعني بتعرفي هذا الموضوع محرج شوي بالنسبه لي. استاذ الله يوفقك، والله ما بضايقك، بدي اقول لك مره واحده بس بتطمن. فعلا ما بقدر، يعني انت عم تحرجيني كثير، يعني كل البنات بيحكوا نفس الحكي وبقضي النهار كلياته تليفون على الحزب. بس بتصير بخاطري. ايوه شو
نفس الحكي بضل التليفون. يا حبيبي قلبي تفضلي تعالي انا بعطيك اياها. سمحت استاذ لو سمحت بعدين. يلا عصف. يلا اعطونا خمسه. يلا الله يجيرها. يلا شباب هدوء. نحن نعطيك خمسه. يلا اربعه ثلاثه تصوير. يعني يا استاذ اذا البنت مش عا هيك بيعمل فيها انا مش عا يعني ان شاء الله لك انحي بوشي. حلوه 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 يا فنيه بالمشهد. اهلا استاذ 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 مين حد الموضوع سلامه خليك شوفنا. يا سمحتوا عطلتونا التصوير. يا سلام يا سلام يا سلام دام شو يا سلام. يلا يلا على التصوير. خلصونا اعطونا خمسه حاسه شحوات مصاري بقى خمسه للممثل. يلا عنصر الحيوه اطلع يا انسى كنتي هيك عم تحطهم. من وين استاذ؟ اوكي بقى شو رايك؟ مو شي بيجنن؟ خلص بلاي اعتبر الشباب عندي. طيب شي بيطقطق؟ شي بيطقطق؟ ريحني منهم. تعرف انه حرقوا الابو؟ الله احترق الابو؟ اي والله. ومين اللي حرقه؟ ما بعرف. هي اول مرة ما بتتهم فيها لؤي وطارق وشادي ورامي. لؤي اكيد لا بس لؤي ما بعرف. هلا احنا صحيح مشاغبين بس مو معقول يحرقوا المدرسة. يا بيحرقوها وبيحرقوني اذا بدك. طيب خلص تركي انا بتصرف عجزنا. الله معك. جبت لي قلت لك عليهم؟ ايه ايه جبتهم؟ ايه والله جبتهم. ايه وينهم؟ شو هالبرد هذا؟ منيح اللي فيه مازوت والله. ايش هو هالكبريت يا عين؟ معقولة هي راما مرة واحدة فادت لعندي وقالت لي الله شو في عندك دفا؟ سفقتها عين للصوبيا تعدموها عمرها ما تشتغل. يا استاذ عماد يا استاذ عماد دخيلك يا استاذ عماد دخيلك يا استاذ عماد الحقني 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 يا استاذ عماد. خير خير شو في؟ واحد من طلابك كبس وقتله للمخرج. العمل؟ والله وكيلك بالسماء قال له المخرج كلمة واحدة قال له حبيبي تعال عندي لهون هجم عليه ونزل بي خليه عطرق خليه عطرق. يزن يزن هذا يزن يا استاذ مشان الله يا استاذ. اللي اجى لعنا يعمل تمثيلين، المهم مالك طول السيره، وقفنا شوي طلعنا لبرا، اجوا لعنا قالوا لنا تفضلوا يا شباب، قام قال لهم يزن ما بفوت ما بفوت يعني ما بفوت يعني ما بفوت. كل هاد صار وانا ما ادري فيه غريبه. طيب وهلا شو بدنا نعمل؟ خلاص استاذ، لحظة غضب وشي حالة. وإذا اجت الشرطة شو بدنا نقول لهم؟ أخي منقول أنه صرفناهم على البيت، ومن هو إلا بكرة يخلق الله ما لا تعلمون، يا أخي هدول كمان بيتموا أولاد عم تدير بالنا عليهم. أخي ما حدا يتدخل الله يخليكم، إذا أجى الشرطة أنا بحكي معه. الله حق الحكومة. مين طارد الأستاذ هون؟ يا أخي يمكن سوء تفاهم. لا سوء تفاهم ولا شيء، طلاب تعرضوا لي وأنا بعرفهم واحد واحد. في مجال تاخذونا عنده؟ يا ريت بس هن هلا مو موجودين. لا يا سيدي هون، وإذا بدك خلها بلقط لك إياهم مثل ما بتيجي أسمع الدفتر العيد. تفضل. تفضل. هدول حكومة ما بنقدر عليهم يا أخي ما بنقدر نكذب. العمى ليش هيك عمى؟ ما في أمل راح يضل فساد مو بإيده. طيب وهلأ شو بدنا نساوي؟ أنا بقول خلونا نروح لنشوف شو بده يصير. مظبوط شرط شرط خليك معهم بلا بحق. عجبك على العدنان عجبك؟ الله لا يعطيك العافية يا عدنان الله لا يعطيك العافية. بتلاقي هون شو بدي اخد غير معيري انا ما بحسن بين عليهم يا ابو تفضل. هذا هو هذا انا لازم لازم بدي اياه وهي ماشي الحال انا بفرجيك هذا هلا 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 محشوب يا جماعه هي 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 كربان
نظر استاذ، عدنان لازم يتحاسب على هالتصرف هذا. بس هلا لازم نروح على المخبر ونطالعهم. يا جماعه المساله مو بهالبساطه. شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نعمل؟ الشيء اللي صار هون مو لازم يوصل للجهات المسؤوله ابدا. مو وين حضره المدير؟ انا من جهتي ماني متحرك من هون لينحل الموضوع نهائيا. يا جماعه الحل موجود. شو هو؟ مو حسنا موقفه مع الطلاب؟ ايه موقفه ببساطه، بنحكي مع ابوها وهو بيتصرف. لك صحيح، كيف راي عم بالنا الموضوع؟ ما ابوها لحسنا واحد مسؤول كبير بالدوله، ما في غيره يطالعه. يا سلام شرفي، انا قبل يعني كانك قاعد براسي، قبل ما تنطق هذا الاقتراح كنت بدي اقوله، وها رح احكي معه من عندي من الموبايل. طبعا الشباب نفذوا بواسطة حسنة وأبوه الله يخليهم. كانت مصيبة كبيرة معلقهم فيها عدنان، بس مش الحال. ولكن شغلة، سمعت إنه منى أخذت رقم الممثل عمار صواني بس بدون ما حدا يشوفها، بتعملها وبتعمل أبوه. لك شو معلق هذا السحاب؟ يعني ليش هيك؟ لك اتأخرت على ستي وبعدين عن جد غسان، يعني أنت بدون ينصرفوا هدول بقى؟ هدول ما بينصرفوا. ما بينصرفوا؟ شو يعني؟ ما فهمت. حبيبي رح فهمك. انا مبارح مارق من هون هيك مشقب مبسوط، بتطلع هيك فجأة هيك بتخطف عيني هيك، لاقي لك بنت حلوة مثل القمر عم تعمل لي هيك. عملت لها هيك، رجعت عملت لي هيك وراحت، جاي اليوم لحتى اشوفها. طب المهم، ايمتى بينصرفوا هدول البنات اللي عملوا لك هيك؟ لك هدول ما بينصرفوا. لك شلون؟ انا حلق. لك بس بتعرف تقرا انت؟ لا. ما بتعرف؟ لا. انت بتعرف تقرا؟ شوي. طيب اقرا لي هون شو مكتوب. مدرسة الخنساء الداخلية الخاصة للإناث. لك لا بتعرف ترى. ولا غسان جايبنا على مدرسة داخلية انت؟ الله يلعنك مغلظك. ايه الله يلعنك مغلظك. خدوا 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 روح مشي امي شلون مسموعيات البنت؟ البنت آدمية ما عليها حكي بنو. صحيح ينطلقها بس بنت ناس أكابر. موافق. لك هيك يا أمي موافق على طول؟ ما بيصير. تروى تروى يا ابني، مو دشني دشتك العافية. يا أمي محروق قلبي على ما يجيني شي صبي، محروق قلبي على ما أتجوز، مو جاي عبالك تصيري ست كمان أنت التاني؟ يعني أنت موافق؟ تركني هلا كمل الفيلم، بكرة منحكي. طيب أمي مثل ما بدك. شوفي كل الأفلام اللي بالعالم بحق لك. حلوة والله يا أمي، حلوة كتير. عيلي امي. اذا خليته يتجوزها بكره ما بيدير باله علي. لك شو بدي اعمل لحتى خليه يكرهها؟ حلوه كتير امي، لا تبحلقي فيها بتروحي بركتها. لك يا زنبوع قادر ملي قوت سخن البري. علي شرف. شلون ابو الحروف؟ علي غسان. علي غسان معلمي. علي الوي شلونك؟ الله يسعدك يا رب. معلم هذا رفيقي طارق، قاعد معي بنفس المقعد. علي طارق. هون اسمه يزن مو رفيقي، رفيقي رفيقي مبلا مبلا. علي ابو اليزوم. علي بالشباب محسوبكم فايز، بيقولوا لي ابو الحروف، اي شيء بيواجهكم عندي ها. ابو الفوز زلمه كفو ومعدل يعني وقبضاي. بدي اسالك معلم، شو عندك هلا؟ والله ما في شيء، قاعد مع هذا زنبو. طيب قوم خلينا نبهدلك بدق شده. ضنيب ولا تريكس؟ تريكس. يلا تريكس تريكس. لك هي لا هي تريكس لعبة ولاد صغار. أول شغلة هي ولاد براسك، تاني شغلة شو قصدك يعني احنا ولاد؟ لك شو بك انت يا حبيبي؟ ليش معصب؟ نزل ايدها ووزنها الله يوفقك. ليه تضحك؟ عجبني هذا. الله وكيلك هيك يا أبو الحروف دائما معصب. أبو يزن يزن أبو الحروف زلمة كفو وبيعجبك. أهلين بالقبضاي، بس هي هذا ما حبيته منك بنوبة. أهلين بالحبيب. أهلين أخي. امشي نروح على القهوة إذا ما عندك مانع يا سيد يزن. شرفوا. يا زنبوع حضر ملي
ضبوا سكروا عبيتكم يلا الولاد شرفوا شرف يلا باي زنبو بدك شي بابا؟ ورايك بابا؟ بدي غير اوعي وزن مع دفاتي على قهوة بابا حبيبي أنا مالي ضد روحاتك وجياتك يعني بصراحة أنا صرت مشتهي شوفك عريس وشوف ولادك عم يتفتلوا حواري بابا رجعنا نحكي بنفس القصة بابا هذا الموضوع عندي مثل زهرة طاغور يعني محسوم أوكي بابا No problem محسوم محسوم بس خلينا نحكي بالقصة بعدين مثل ما بدك عن إذنك الله بابا حلو هذا الحكم شو بدنا نعطيك يا زونة شو بدنا نعطيك يا زونة هرو لشوف هرو تعود شيل حبيبي شيل انت ايوه هذا الحكم نظامي شو بدك تفتح بس بس ما في لا ليش بس ولك ليش عم تفتح كبة ولك شو اضرك على قدك وفتحت كبة الختيار معي حبيبي بدنا عالم تعرف تلعب عمينا بايت بدنا عالم تعرف تلعب لك والله انت ظريف والله عبيتها انا يا زلمه مرحبا يا شباب استاذ حسان تعشو يا اهلا وسهلا محسوبك عبود ملقب ابو الحروف اي مشكله تواجهك عندي اهلا وسهلا فيك انا حسان استاذ الانجليزي للشباب بالمدرسه يا ويلكم والله تفضل العب محلي يا حبيبي كنا فيك صرنا بحسان ما بيعرف يلعب لا اصلا انا ما بحب العب معه يعني هو عصبي ولئيم كثير باللعب هلا انا عصبي ولئيم يعني هو مو لئيم بس يعني شوي بيلعب جدي انا ما بحب هاي الجد لك والله انت نافي لك حتى استاذك ضابعه لك شوف حبيبي بالمدرسه شيء وهو شيء يعني بالمدرسه هن طلاب وانا استاذ كثير جديه القصه اما هون يعني شغل شباب رفقات فوش فوش يعني شو رامي جاهز للصبح معلم العيونه معناتها انا ورامي بدال الدنيا يلا لبرولو يلا شرفوا لحظة انا معك ما عاد العب اطلع من عمري اطلع من حياتي يلا والله روح مري بروح حميت يلا معلم حميت لا شو ميوش ساعه تجي تعشي لا عليكني يلا اجيت صحيح ليلي حجزتي ايه بكره مسافره الله معك تروحي ترجعي بالسلامة سوينك لا تطولي علي أنا بدي أخلي إلى وحدي هون لا حبيبتي ليش أنا فيني بعد عنك رايحة يوم سلم على الأهل بجيب شوية مصاري وبرجع لك تعرفي سمورة لو ما عندي شغل كنت حجزت ورحت معك على الضياع كنت يعني غيرت جو شوي بس ما بقدر أي والله فكرة بأجل سفرتي إذا بتروحي لا تأجلي لأنه عن جد ما بقدر يا ريت يلا أمشي ناكل وتخانق يزن هو والمخرج وشوفي شو صار بقى اجا المخرج وجايب لنا الشرطه وشحطونا على المخفر واجا ابي فات على المخفر وصرخ لك صوت بكل هالعالم كل شي فيه عناصر هربوا مثل الفيران وشو شفت حالي فيه قدام رفقاتي يا خالته الله يخلي لي يا رب طيب حبيبتي يعني ابوكي ما خانقك وليش بده يخانقني بقى وبعدين ابي ما بيخانقني يا روحي انا مو هيك قصدي لك بس لانه القصه فيها مخفر شبكي هو بيعرف انه الحق معي ليش لحتى يخانقني هي اجا ابوكي أهلين أهلين بابا أهلين بالصبايا يعطيك العافية حبيبي الأمور أهلين منام شلونك تمام بابا عيونه عن جد أنا آسفة مشان اليوم بسيطة بابا بسيطة بس لعبت حبتي حالك هيك مواقف حاضر بابا أختك حياة حكت اليوم إيوه وشو بدها كانت عم تبكي خير شو في قال جوزة ضربها الله لا يوفقك يا أبسادي أنا من وقت ما شفته لهالزلمة ما شفت الخير بس انت اصريتي على هالجوازه شو بدها بهالحكي هلا قال احكي معاها بدها اياك نحكي معاها تعي يا حنان لك حنان هات الموبايل تفضل اخي لقي انت بدي اخلص من نقل تلك الدبقه هذا ابو سالم انا وقت ما شفته ما اعطيته الو انا حياه لك ليش عم تبكي؟ متقلبين ليشهدوا موت الذي أحيا البلاد عدالة منه وأنا والله يعطيك العافية رامة رامة أنا خاصة بس ما عم بقدر أتذكر الله يخليك يا أخي مني ما عاد طلعي لبرا وشك للحيط أستاذ رامة أطلع بس بدون ما تعرف أمي بشي طلعي لبرا وشك للحيط ياسمين نعم أستاذ طلعي لبرا والحق رفيتك بس استاذ انا حافظه
بعرف انك حافظه مشان تعرفي تكبي العلكه قبل الدرس. وشك للحيط. حركي. ما كنت حافظين ما؟ طبعا مبهدليني وين ما رحت. وينك لهلا ولا؟ استاذ بس معلش شوي بس استاذ انا عم توجعني اذني. عم توجعك اذنك؟ جرب هيك شلون؟ وينك لهلا؟ بس طيب رح اقول لك بس صايره معي قصه كثير غريبه انا استاذ. قول. هذا يا سيدي انا طالع من البيت شفت طفل عم يقطع الشارع هيك بريء وفي سرفيس مسرع تقريبا 630 استاذ. حزا شو صار؟ شو صار؟ استاذ بعد عنه للطفل الحمد لله نفذ بس اجى السرفيس بعمود الكهرباء وعمود كهرباء وقع البيت اللي بجنبه استاذ والبيت اللي بجنبه وقع البنايه اللي بجنبها وصارت البنايه تشعل هيك شرار حوالينا والعالم استاذ تطلع من البرندات وتكنتك هيك تطلع من البرندات وتكنتك استاذ انهم فحمات كلياتهم على المستشفى. راما وياسمين بلا ضحك وشكن للحيط. وقديش لك عم تألف بهي القصة؟ يعني تقريبا شي ربع ساعة من صف الطريق. يعني ليش ما مرقيت استاذ؟ يعني والحل؟ راما الحل انك تحكي بصراحة وين كنت؟ كنت نايم انا استاذ. هيك عجبتني انك تحكي الصراحة دائما. فوت على مقعدك ولا بقى تكذب. امرك. وهلا بنرجع لدرسنا. شادي قوم سمي. يا يوم قتلي بزر 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 جا بزر جم يا يوم قتلي بزر حاجة تأتي اطلع وقف مع رفقاتك. طارق وغسان اطلعوا لعندي لهون حبيباتي اطلعوا. لا يا استاذ ليش؟ مشان تبطل لعي انت وياه. لا يا استاذ الله يوفقك انا ما فيني اطلع لبرا انا حالف يمين معظم اني ما نام بالمدرسه اذا طلعت لبرا بتعب تضربني النعوسه بقضي كل النهار نايم. مزبوط استاذ انا عم اساعده. خلينا هون ننتبه على الدرس. العمى ضربك انت وياه اطلعوا وقفوا لي برا وحاجه لعي يلا. خلصونا يا اخي انت وياه بقى قوم وقف جزا وخلص ما سيري يا زلمه اطلع وقف مع رفقاتك. ليش استاذ؟ مشان تعرف تتدخل بشغله ما بتعنيك. تحرك. والله معك حق انا عم دخل قصص ما بتعنيني هاد الحكي صح. يلا. صباح الخير استاذ زينب. والله لا يصبحك بالخير. منيح وليش هيك عم تحكي استاذ؟ يعني اللي صار امبارح اكبر عيب وقله ادب وقله ذوق. هدول الطلاب بامانتك يا استاذ معقول معقول تاخذهم بايدك وتسلمهم للشرطه؟ يا استاذ عماد انتوا عاطينهم للاولاد وش زياده بعدين الاولاد هدول شياطين يا اخي. لك يا اخي يلي غلط لازم يتحاسب ما في كلام. ما هيك بيقول القانون؟ امبلا هيك القانون بيقول بس نحن اللي بنحاسبهم مو بنمسكهم للشرطه. هدول اولاد اولاد طايشين يعني في عقوبات مدرسيه تطبق عليهم بنوقفهم على الحيط بنرفع لهم رجلهم بنقدحهم فلقه من كعبه دسنا خلينا نعدوا الغنمات بس مو بنسلمهم للشرطه. غلطت كثير معهم غلطت. هلا انا صرح علي لا هذا مو كلام له. لك يا اخي عم لك هدول اولاد هدول شياطين. ايه بس هلا المشكله الاكبر انه حمدي بيك ابوه لحسنة دري بالقصه. ايوه حمدي بيك يلي بعرفه انا وانت دري بالقصه. ومين قال له؟ انا سالني وجاوبته بدك يعني اكذب عليه ما بقدر اكذب عليه. قلت له انه حضرتك خبرت عن بنته عصب وضرب رجله بالارض وقال هو بيورجيك. الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك روحت حالك يا عدتك. هلا تصطفل منك له ما بعرف دبر حالك. شلو بدي دبر حالي؟ يعني ما لفت وينه استاذ عماد؟ يعني ما بعرف روح لعنده شوفه اذا كان رايق ونسيان القصه يجوز يمرق الموضوع اذا ما كان رايق ومو نسيان القصه ما رح يمرق الموضوع. ايوه ما بتضمن ما لحق. يعني احتياطا انت ودع الاهل والاحباب قبل ما تروح. استاذ انا بقترح عليك تعاقبنا عن مقعد لانه عن جد تعبوا رجلينا. وانا بقترح عليك تديري وشك على الحيط وتوقفي مع رفقاتك وعلى نصتك حسنه. ديري وشك. هيرا بيبي
شرف وقف مع رفقاتك عشان تعرف تحفظ المرة الجاية. شرف استاذ والله شرف. طيب خلص حاضر حاضر استاذ. قيس اللي اخر بيت من القصيدة. ما كانت الحسناء ترفع سترها لو ان في هذه الجموع رجالا. برافو شيماء. نعم استاذ. صفاء اثبتي وشك للحيط. يا الشاعر ان الشعب مسؤول عن طغيان المستبد، ففي اي الابيات اشار الى ذلك؟ ناداه مجلد هني شافعا لبذور جمهور فقال كل لا لا. استاذ والله انا مريت الشاي دلوقتي خليني فوق. شيل ايديك من خصرك واحكي باحترام، واذا بدك تفوت فوتر بس بتعد لي البيت اللي قالته زميلتك شيماء. بس اعطيني اول حرف. ناداه شباب لحظة يضحى. يلا يا ابني. اي استاذ. ناداهم وشك على الحيط. يلا يعطيكم العافية. هذا عم يستاذ الله معك استاذ. ظهر رح يشتنا حصة رياضة من عند الله. رح موت بطاقة. أنا بس حصة أمشي معي. صح أمي. الله يذبحك. الله يوفقك. اتصلي بالجماعة وخدي موعد منهم. تقالك أمي تقال التأذينة. والله أنا بسمع منك يا أمي. معلش اسمعي مني هالمرة. اتصلي بالجماعة كرمالي. مسكي رح دقلك الرقم. مسكي 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 يميني البزرات. ما حلوة تحكي مع العالم انت عم تاكلي بزر. شلون عرفت الرقم يا ملعون؟ مو أنت تركتي الورقة هداك اليوم عند الغاز؟ ايه حفظته. لا حبيبك. ألو ألو مرحبا. مو معقول. شو هالمسخرة هي؟ شو هالكليبات؟ شو فيها؟ شو لابسة؟ حبيبي يعني كل جيل له وقته. لا في شيء قلة أدب صار. شو لو أي كيف دراستك؟ دراستي منيحة الحمد لله أخي منيحة. لو أي إذا ناقصك شيء بشي مادة خبرني أنا بساعدك. لا مو ناقصني شيء. يعني عم قول إذا ناقصك شيء خبرني أنا بدرسك. ماشي. شوف السنة بدك تدرس وبدك تنجح هيك هيك ما في يكون بعلمك. إذا ما نجحت يا ويل ويلك. وائل ليش هيك عم تحكي مع أخوك؟ ماما إذا سمحتي أنت ما تدخلي. إذا نجح ولا رسب شو راح يطلع؟ عالم زرة؟ يا جماعة حاش تعطوش حاش تعطوش. لازم ترصوا عليه لازم تشدوا عليه. هي بكالوريا هذا مستقبل. والله يا ماما وائل عم يحكي مشان مصلحته. أنا معلمة وبعرف بكالوريا بدها هز كتاف. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بينجح. ما هيك أبو وائل؟ إيه هيك هيك. ترجع لي ندرن علي لو ترجع لي. برافو عليك عم تدرسي حبيبتي. لن تسمع جدرانه يا جميله في السجن مثل جبهتي السجن. برافو عليكي. اهلين ماما مساء الخير. اهلين ماما. شو حفظتي؟ اضرب الامثله يا جميله. شو؟ قبثرات. اكيد اكيد ماما مثل ما لك شايفه. شوفي كثير منيح كثير منيح. رح غير ثيابي واجي اسمع لك منيح. يلا ابو راما. ايه ايه تعال هون. يلا ابو
بدكم تناموا؟ بكره عندكم مدرسة. هلا بس شوي بنقوم ننام. بتكون مفتكر حالك بعدك صغيرة اللي تلعبي. ما عم تطلع بحالك بالمراية. صرتي صبية. ليش ما عم تلعبي؟ يسعد صباحكم. صباح النور استاذ. شو شايف فطاريتكم ضعيفة اليوم؟ والله يا قيس هذا يزن كتير كتير، ها كتير معصبني اللي فسد علينا للشرطة وقال إذا كمشوا بده يشرحوا تشريح. والله يا رامي أبي معصب كتير كتير من اللي فسد علينا، وقال لي أنت بس عرفي لي مين هو وأنا بعرف شغلي معه. هلأ مو مشان شي، مشان ناخد درس. طلعوا لنا الكتب يرضى عليكم، طلعوا لنا الكتب. مع احترامك لنا أستاذ، بس نحن مو جاي عبالنا ناخد درس اليوم. لقيته أستاذ، شو رأيك تحكي لنا قصة حياتك؟ يتضرب بعض لزعك، هلأ مو وقتها هي. بلا أستاذ هلأ وقتها، لأنه يزن يا لطيف يا راما شو معصب. إيه الله يعينه اللي فاسد علينا. أستاذ يلا حكي لنا عن قصة حياتك. إيه أستاذ خلصنا. بتأمروني أمر أنتو، بتأمروني أمر. إيه معناتها يلا أستاذ بلش. إيه بنحكي، ليش ما بنحكي؟ ولدتوا في دمشق في عام 1966، نشأت في حي فقير وترعرعت فيه. عفوا أستاذ، شو هي اللي قبل الحي الفقير؟ ترعرعت؟ محجوب؟ أنت ترعرعت شيء؟ والله أنا من جهتي ترعرعت، بس ليك الرعرعة شغلة ما لها سهلة، بده الواحد ألف وصلة حتى يترعرع. رعرعة شغلة كثير صعبة بهالبلد، ما تفكروا شغلة سهلة والله العظيم. سمعنا غسان، خلي الأستاذ يكمل قصته الحزينة. أتحفنا أستاذ، تفضل كمل. ضروري؟ إيه ضروري كتير. إيش وعدي؟ ونشأت في ذلك الحي، وكان والدي يعمل بائع هيلطية، وكانت اهتماماتي في القطط، وكنت ذلك الولد النحيل، مو مثل هلا كل سنبديك. لك شو بدك؟ مدينة شرطات خارجية. ما تكون علي يمين. لما صرت بصغري اثري فري. يا لك بوس ايدك رامي، ما تطري عينك. خلي بعد الحمى هذا فوق لك فرحانك، يا كرهي لك ما بتزبط معك. بدي اياكي انا حكيم كل شيء بدي اياكي. ما تكون علي يمين لما كنت ولد. انا مو متهدف تسبب. بعد اذن لك بعد شوي بدي اضربها من هون. يلا لك بعد شوي. اوكي خلصنا اضربها. والله يا طارق انا بنصحك تاخذ لها غفوة لانه حابب خسرك وانت صحيان. هون كانت. هاي كانت هون. بعد شوي. لا هون كانت. لك عم اقول لك كانت هون، انت نحسان شو بقى؟ هلا بعد بخلص. لك اسمع شو ما يضرب. انا اخذ لي غفوة. طبعا فيك تنام، هات ستيك. خذ هي. عاد محلي. هاي نالي. الله يبشرك بالخير يا امي. يعني اكيد الساعة 8 الجماعة ناطريننا. كثير منيح. طيب امي طالع لي من الخزانة الطقم البني. الله يصحك يا امي، هلا وقت تغسلي. طيب الرمادي كمان؟ ماشي امي، اي شيء يكون جاهز روح لعند الجماعة. وانت كمان جهزي حالك. يلا الله معك، مع السلامة. الو. لا امي لا والله انا قصدي انه مو وقتها هلا، وقت الغسيل وقت القصص كلها. يسلم ايديك على كل الاحوال. الله معك، مع السلامه. شو قصه الغسيل مع امي؟ والله مو داخله براسي بنوبة القصة. لك اخ ايمتى بدي اتجوز بقى؟ ايمتى؟ سؤال بسيط بس تحل عني امي. ونشأت بيني وبين تلك الفتاة علاقة حب. الله ما اجمل تلك العلاقة. كان هذا الحب يناطح جدران الجامعة، ولكن القدر اخذها مني. يعني تجوزت استاذ؟ استاذ توفيت في حادث سيارة مروع،
وما تحبنا للأبد. لو يعطيني دوري هلا. بعد يا يزن بعد شوي. لك دوري يا أخي. لك يا أخي بعد شوي خليني ركز. طب بس عطيني شوي. لا خلص بعد يا يزن. طب ساني. لا خلص بعد. بعد خلاص يا زلمي. شبك يا زلمة. شبك. هذا هي ضربني فيها على راسي من فوق وطلع الدم من عمش عورة. شو تصرف؟ عندك حمار؟ مين أمر؟ خلص يا أخي شو هارك؟ شو باركون؟ خمشي شوي هارك؟ خمشي شوي هارك؟ خمشي شوي هارك؟ يزن؟ شكا شوي شبك يا زلمة؟ صريتك عملنا؟ يزن؟ طولوا باركون شوي؟ يزن؟ يا معلم؟ لك طولوا باركون شوي؟ يا لؤي؟ شوي شو هذا؟ حرر هواك فالحب بات معلنا. ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامي هائما. خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع شوق وضحك ودموع بعد وعد برجوع هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعد من القلب بالفي تعب الهوى يخطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة. نسرق بعد مدفي تا بكرة نتذكر ايام عشنا كتبنا كل كلمة لنا ما حد مختير. رفقة وصار وشموع ذكرى الأمس. من حنتي بوح الهمس والليل بندهل الشمس. بحكي لها أسرار لما تضيع هالعمر والسنين لو وعها الهجر. لو نصفى ده بنكسر وفرح حلوة محتار. إيام عشنا حكاية كتبنا رفقة وسهر وشموع.